النهارده بنتكلم طبعا على وزي ما قلت لكم في البدايه وعلى عهده البي بي سي لاعلان الثاني يوم المباراه على عقوبه حكام الفار في الدوري الانجليزي على خلفيه عدم احتساب، احنا بنتكلم على خطا فادح، عدم احتساب هدف صحيح للريدز اللي ما شافش المباراه، سيناريو درامي جدا، سيناريو طرد لجوميز في بدايه المباراه ثم سيناريو طرد جوتا في نهاية المباراة عشان يكمل ليفربول المباراة بتسع لاعبين في مواجهة توتنهام فين؟ في لندن على ملعبه في وسط جمهوره. وتوتنهام الحقيقة السنة دي يملك فرقة، يعني البعض توقع أنه بعد رحيل هاري كين أنه توتنهام هيتأثر أو على الأقل قدراته الهجومية هتتأثر، لكن الفريق اللي احنا شفناه امبارح بيقول أنه فريق الحقيقة على أعلى مستوى وقادر ينافس الكبار في الدوري الإنجليزي. مش بس القصة هنا، القصة هنا انه في حالة كفاح. طبعا لويس دياس خرج، محمد صلاح خرج، ليفربول خرج كل اوراقه الهجومية ونزل تقريبا 8 مدافعين واقفين قدام أليسون بيكر. وملحمة طويلة مع احتساب 6 دقائق او 7 دقائق وقت بدل ضايع، ليفربول في حالة كفاح رهيبة في محاولة للخروج بهدف التعادل، كانت النتيجة في الوقت ده التعادل بنتيجة 1-1. إلى أن جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع كرة عرضية ضالة أخطأ ماتيب في إخراجها فأحرزها بشكل أكثر من رائع. الحقيقة مفيش مهاجم كان عنده القدرة إنه يحط الكرة بالحلاوة والجمال ده زي ما حطها ماتيب في شباك أليسون بيكر اللي اكتفى طبعا بالمشاهدة، لأن الكرة كانت تقريبا شبه مستحيلة عشان تنتهي المباراة بخسارة ليفربول، غير مستحقة خسارة ليفربول. كان التحكيم أو كان الفار هو السبب الرئيسي في خسارة ليفربول امبارح على الأقل إنه نقطة تعادل. دايما بقول إنه ما تعرفش الخطأ ده ممكن يكلفك إيه. في العموم أو في المطلق ناس كتير جدا هتقول لك خسر ليفربول امبارح نقطة بسبب خطأ الفار، وأنا بقول لك كان ممكن جدا يبقى خسر 3 نقاط، لأنه لو ليفربول تقدم في المباراة بنتيجة 2-1 كان ممكن جدا ما تبقى من عمر المباراة يمشي بسيناريو مغاير ومختلف تماما عن اللي إحنا شفناه امبارح. فقد ايه خطأ ممكن يكون مؤثر مش بس في احتساب النتيجة لكن في تغيير سيناريو المباراة ككل.